سنحتاج إلى ليمونة. يمكنك استعمال أي نوع ليمون متوفر عندك، سواء الليمون الأصفر أو الأخضر. نقطعها إلى شرائح. وسنحتاج لتفاحة نقطع التفاحة أيضا إلى شرائح التفاح فعال لإزالة الدهون من الجسم ويحتوي على نسبة عالية من الألياف نأخذ قدرا للطهي ونضع به شرائح التفاح نضيف عليها شرائح الليمون ثم نضيف لترا من الماء نضيف عودا من القرفة ونضعه على الموقد ليغلي لمدة 10 دقائق على نار هادئة نغطي القدر ونتركه ليلة كاملة داخل الثلاجة ثم نقوم بتصفية المكونات نضيف عصير ليمونة طازجة دور الليمون هنا هو طرد السموم من المعدة والأمعاء يمد شرب الليمون والماء الجسم بالفيتامين سي الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم نشرب كل يوم كوب من هذا المزيج قبل الأكل إذا كنتم تعانون من السمنة المفرطة نشرب 3 أكواب وذلك 10 دقائق قبل الوجبة يمكن تحليته بعسل النحل الطبيعي نستمر في شرب هذا المزيج لمدة 2 أسبوع كاملين ستلاحظين نتائج مدهشة في 3 أيام فقط
تساعد على هضم الطعام وإزالة الفضلات من الجسم. هذا المشروب سحري، يساعد الجسم في عملية إنقاص الوزن. من خلاله نحصل على معدة مسطحة ومشدودة. فالليمون معروف بقوته الكبيرة في التخلص من الدهون الزائدة. الليمون يعمل كمهدئ ويخفف من التوتر. كما أوصي بالابتعاد عن السكريات والمعجنات. هذا المشروب آمن للحوامل والمرضعات، أرجو الضغط على زر أعجبني ليصل الفيديو إلى عدد كبير من الناس ليستفيدوا منه. شكراً على مشاهدتكم. يخشى الجميع من زيادة الوزن بعد الوصول إلى وزن صحي بعد اتباعهم لنظام غذائي صحي، ويحدث ذلك نتيجة اتباع عادات خاطئة. لذلك من المهم جدا بعد الوصول للوزن المراد عليكم اتباع إرشادات صحية عن الغذاء حتى لا تقعوا في فخ زيادة الوزن. بخطوات بسيطة نستطيع المحافظة على وزن صحي مثالي عند اتباع نظام غذائي صحي مدى الحياة. لا أعني بكلمة مدى الحياة أنكم تظلون مدى الحياة تتبعون دايت ما، هذا لا أقصده، فقط أعني أنكم تتبعون فقط بعض التعليمات الصغيرة للوصول إلى دائما تناول غذاء صحي متكامل حتى لا تكسبوا وزن الذي قمتم بفقده. طبعا نظام غذائي صحي هو كل ما يأكله الشخص بصرف النظر عن الهدف، سواء أكان إنقاص وزن أو زيادة وزن أو تقليل الدهون.